هلا اكيد مع المساواة، مع انه نحن هون شوي مجتمع شرقي فعندهم نظرة دونية للمرأة، اكيد مع المساواة لانه هي بتكمل الرجل وهي بكملها، وخاصة بظروف اللي عم نمر فيها نحن انه ما رح يقدر الرجال لحاله على البيت، فاجباري هي اذا قادرة تساعده اكيد اكيد انا معه. في حالات احيانا بيكون في اطفال بتوقف عن شغلها، في نساء صحيح وقف شغلها وصار عندها اطفال بس اشتغلت بالبيت. هلا انا بالنسبه إلي ما فيني اقعد بلا شغل. المساواه بين الرجل والمراه، طبعا هاي شو اسمه هذا الكلام، يعني خلينا نقول هذا السؤال بهالوقت غير هوايه ناس يعني صاير عليه ضجه، زين هوايه ناس دي يحشون عن هذا الموضوع. طبعا انا قاري هوايه كتب عن هذا الموضوع، فبين بين المساواه بين الرجل والمراه، وانه اكو من المرات يريدون انه يكون عندهم مساواه في الاقتصاد، خلينا نقول اقتصاديا والعمل مع الرجال، فيعني اكو هوايه بتضجه بهذا الموضوع والموضوع صار كلش كبير. فيعني هل انا مع لو شلون؟ أنا ويا يعني انه لازم يكونوا مساويين بالشغل، يعني هوايه مثلا هو مساواة اكو هواي اشياء على حسب شنو الشغلة، بالعمل لو بالاجتماعيا لو بالطلعة برا مثلا لو شلون بكل شيء، كل شيء انه يكون اي لازم يكونون متساويين بكل شيء. اي بس يعني اكو بعض الاشياء، يعني بعض الاشياء ما تصير المرأة ما تقدر تسوي، فيحتاج انه الرجال يسوي، فهذا ما يصير يعني نقول والله خلينا نسوي مساواة بهذا الشيء. همين اكو بعض الاشياء بس للرجال، بعض الاشياء للمرأة، مثلا هسه عندنا شغل مال ريسبشن مثلا او شو اسمه هيك اشياء مرة نحطها احسن من انه نحط رجال، بس بغير شغل مثلا حمال وش اسمه ما نقدر نحط مرة بهيك شيء. يعني بهذا الشيء ما نقول انه ما نسوي مساواة بينهم، بس انه يعني المرأة ما تقدر بعض الاشياء تسوي مثل اشغال على حسب القدرة. اي اكو بعض الاشياء احنا بداخلنا يعني كبنية تغيرنا نسوي بيننا فرق بين الرجال والمرأة. هلا انا اكيد مع المساواة بين الرجل والمرأة، بس مو بكل شيء، يعني مو بكل جوانب الحياة. هلا انا ضد انه يتساوى الرجل والمرأة بالشغل يلي بيتطلب جهد جسدي عالي، او مثلا تكون بتتعرض لضغط نفسي كمان عالي. بالنهاية يعني لازم يتاخذ بعين الاعتبار التركيبة النفسية والجسدية لكل شخص، ان كان الرجل او الانثى. يعني ما يفرق، يعني نفس الشيء، يعني ذاك الشغل اللي احنا نقدر نسويها المرأة تقدر تسويها، شلون ما المرأة تقدر تسويها الزلمة يقدر يسويها، ماكو فرق بين النساء والمرأة.